خذوه عليك الغالي. صحة وسلامة الله يعطيك. والله الحمد لله. حلو الحمد لله. الشوط الخامسة واتحاد الحرية. شلون صار هذا الاتحاد؟ فكرته شنو؟ يعني العدد قليل لو هم اتفقوا على ثلاث أربعة، يعني الشوط الخامسة عندهم مشغال، نص موظفين ونص تعينة الله وفقه. فاتحدنا احنا وطالبوا بالحرية، ففريق واحد ما عندنا اشكال يوم. مقابلكم الكاظمية فريق مو هين. فريق عريق كاظمية، واستاذهم جاسم الاسود هم اخوتنا، وانا احد مشجعين كاظمية طبعا من المناسبة. يعني اصعد فوقك الفقرة من درجات. لعبة محبس شنو اللي يحتاجه حتى تكون احلى وافضل؟ يعني قاعد اشوف الجماهير، يعني المفروض اذا واحد قاعد فوق ما قاعد يشوف الجو، يعني اذا تكون بصاله بهاي صاله الجو افضل، هم الامان يصير احسن، هم يحافظون الامن يحافظون على العالم كله. يعني قاعد اشوف واحد يقمز منها واحد يقمز منها. زين شاشات عرض ماكو للاسف. اذا اكو شاشات عرض بعد يعني بعد وزاره الرياضه والشباب، يعني المفروض يطقون بهاي الوقت واجب، هذا مو صحيح؟ الفريق مالتكم بياته الزينين شو يسمونه؟ شارت طيارة. طيارة. بيوم زينين. ماكو فريق ما بيطيارة. ويعني. شلون يختارهم هيك يعني عشوائية لو يجربوه؟ لا. يعني الطيار ذا اسمراني حلو يعني يطير، اذا كان وجه اصفر هم يفيد. اها. إيه شعر يعني جماعه عندك اكثر شيء النزدات القويه على ابو شعر. اللي عنده شعر عالي كيفون علي. يعني شوي يغطي شوي يعني وجهه ما يبين. حلو. هاي كلها من ضمن لعبه الحب. طبعا. هي اللعبه تجمع طواف العراق كلها، شيعه وسنه. وشكرا لقناه الفلوجه وعلى راسي.